الحب فلسفة، الحب طريقة حياة. اليوم بدي أعلن الحب مش الحرب، الحب على كل حدا ما بيحبني وبعرف إنه كتار. بدي أعلن الحب على الطائفية، على كل مشاكل البلد، على كل رجال ما عنده شوارب، على كل مرة صدرها صغير وما بدها تكبره، على كل حدا ما عم بيصير له حدا يحبه. تعال أنا بحبك، أنا بحبك. الإنسان لازم يفهم حاله ويحب حاله تيكون قادر يحب غيره. أنا بحب حالي، بحب حالي أكثر من حيالله شي تاني. بفهم انه انا سميك بس هيك الله بده، بفهم انه شايف حالي ومتعجرف واذا حدا سلم علي انجا ابرد، هيدا اذا رديت، بعرف انه بخيل ومش بسهوله بتطلع الليره من جيبتي، وانه اناني بالجنس وما بتفرق معي ابسط غيري ولا لا، بس هيك تربيت، وانا قبلان بحالي مثل ما انا، ومن هون بتجي قدرتي انه حب غيري. فنصيحتي لك عزيزي المشاهد، حب حالك تحت غيرك يحبك. ادمو، انا صراحه كنت كثير حبك، بس هلا من بعد ما عرفت انك اناني بالفرشه، تفو عليك. أنا أوقات أناني وأوقات جالونات. العمى ما أسألك، العمى ما أسألك. يكثر كلام مسؤولي حزب الله هذه الأيام عن نفاد الوقت، وذهب أحدهم إلى حد تحديد عدد الأيام الباقية أمام اللبنانيين لرفض العدالة. هيدي فرصة هلا. قرار الظن إن بلي موقوتي. تصعيد السن الشيعي، حماس 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 حماس، محمد رعد عطى فرصة والرد السني اجا كالتالي. يبدو ان الارباك والتعلسم في الكلام هو الصفة الجامعة لجميع خطباء حزب الله. كمل قرب موعد القرار الظني، انتين بس ما حدا بيعرف، معقول يطلع لك بعدين بكندر سربرايز. بهيدي الأثناء الحماس والنقاش الطائفي والتشنج السينمائي يلي الجمهور اللبناني ناطره بهالموسم اجا. حزب الله عطى بريك أو فرصة للسنة. فرصة بتمتد بعد يومين ثلاثة أربعة خمسة، عليهم أن ينتهزوا هذه الفرصة. بس السنة ممثلين بهالحملة باي مصطفى علوش كان ردهم، ولهؤلاء نقول كفى استكبارا وعودوا إلى أحجامكم، يا من انتفخت رؤوسهم وصغرت عقولهم من وهم القوة. التصعيد السن الشيعي بلش. أقول لحلفاء حزب الله، كل حلفائه، وأيضا شرح الدكتور محمد رعد كيف شكل لبنان قبل عملية التجميل. نقول لكم لبنان ما بعد القرار غير لبنان ما قبل القرار. لبنان قبل القرار كان شكله هيك، بس بعد استعمال مسحوق القرار صار شكله هيك، أو يمكن هيك. الفريق السني منه راضي ولا مرتاح للفريق الشيعي. إذا امتدت يده من أجل أن تعتدي علينا فسنحول أجسادنا. تحول أجسادنا لشو بالضبط؟ أنا الصراحة مبسوط بجسدي، خزيت طالع، ما بحوله 110 وأساساً 220، بس محمد رعد كان رعد بكلامه. نحن منقول لهم روحوا بلط البحر. بس كيف فيك تبلط البحر؟ تبليط البحر هي عملية عملية بتتم بواسطة تقنيات فريدة. فعند تبليط البحر يجب سحب المياه والسمك أولاً من دون ما تقتلهم، كما يتم تبخير المياه كي يتم عد عدد الملح اللي كان بالماء. وبلاطة بلاطة بتصير اوكي خلاص. نحن نقول له ولكل من يرفع اصبعه. ولا مرة رفعت اصبعي. شو عم يعمل فخامة الرئيس هون؟ او صوته مهددا او متوعدا. ايه اعطيه حماس اكتر، ايه شنجنا معك. عودوا الى رشدكم واقلعوا عن اللغة العدوانية. نحن بنقول لهم روحوا بلطوا البحر. مش نحن اللي عم نصعد. ييييي بده يحشر حاله بكل شيء. مش نحن اللي عم نهول. روحوا بلطوا البحر. بالنهاية الفريق السني معه فرصة من حزب الله ليبلط البحر. ومشروع مثل هيدا في عليه أكيد شركة سوليدير مثلا. أما الفريق الشيعي فعليه عملية تجميل للبنان وأكيد يشرف على مناقصة تبليط البحر. الإخوان عم يشتغلوا كلهم لمصلحة لبنان.